إلا أننا بالرغم من كل هذه الصعوبات اخترنا أن نتقدم وأن نقف صابرين محتسبين كأشجار العتم والنخيل. إن هذا الوباء القاتل لم يكسر إرادتنا ولم يزعزع إيماننا ولم ينل من جهودنا ودورنا في خدمة بلدنا، ولذلك فقد قررنا أن نستمر ونحاول ونبني صروحا من المجد تعود بالنفع على مواطني هذا البلد العزيز. يأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية لرؤية 2040 اللي تم اعتمادها من قبل صاحب الجلالة، وطبعا نحن هنا نتوقع أن يكون هناك ناتج قيمة مضافة للمنطقة. منطقة قريات منطقة واعدة وفيها يعني أنشطة يعني سياحية كثيرة، لكن للأسف ما في فنادق جيدة لتخدم الزائرين هاي. فهذا الفندق عندما يشيد حيجذب السواح من مختلف المناطق وحي يعني يكون عائد للمنطقة. فنتمنى إن شاء الله يعني القطاع الخاص يبادر ويسارع في إنجاز هذه المشاريع، لأن التوقعات الحكومية لعدد الزائرين للسلطنة خلال خطة 2040 يصل إلى 12 مليون. حاليا كان العدد حوالي 3-4 مليون قبل كوفيد-19، لكن تأثر خلال كوفيد. فبالتالي عشان تستوعب هذا العدد هائل من الزوار فيجب يكون هناك فنادق متنوعة ومتفرقة على مستوى السلطنة. فقررنا أنه نبدأ بتنفيذ هذه الرؤية من خلال طرح مشروع بارك إنبما، وقبل هذا من سنة طرحنا أيضا مشروع آخر اللي هو راديسون غلا. نتأمل إن شاء الله أنه بعد انتهاء هذه الجائحة، جائحة كورونا والأمراض المصاحبة لها أوميكرون ودلتا، أن تنتهي هذه المشاكل يعني والأوبئة، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها السابقة، وأن يتدفق السواح إلى عمان مرة أخرى، ونكون إحنا في هذه اللحظة جاهزين ومستعدين وراغبين أنه نساهم في بناء بلدنا بالقدرات اللي نقدر عليها يعني. ونتمنى إن شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى في هذا، أنه هذا المشروع يعني يرى النور وينجح ويستفيد منه الأهالي في قرى بما وضباب وفنس.